مساء الخير، معاكم مس أسماء. هشرح معاكم النهاردة الوحدة الثالثة بالصف السادس الابتدائي. تمام، 3 دروس في الوحدة، وبيتكلموا عن سيدنا إبراهيم ودعوته مع قومه. تمام، وسيدنا محمد برضو ورسالته. قبل ما أدخل في الدرس، احنا عارفين طبعا إن الحاجة المشتركة ما بين الأنبياء أو الرسل إن هما بيدعوا إلى عبادة الله وحده، وترك بقى عبادة الأصنام أو أي عبادات أخرى ابتدعها للمشركون أو اللي مش مؤمنين عموما بالدعوة الإسلامية. تمام، في قصة سيدنا إبراهيم هنعرف بعض صفات إبراهيم عليه السلام، وهنعرف كمان آداب الحوار مع الكبار، دعوته مع والده كانت إزاي، وهنعرف برضو أهمية عدم استسلامه في الدعوة الإسلامية، وإزاي هو صبر على قومه في دعوتهم وكده يعني. تمام، هنتكلم الأول على سيدنا إبراهيم كان منين، أو بلده كانت اسمها إيه. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام من أهل بلدة في العراق اسمها فدان. يبقى لما أجيب لك سؤال مثلا اسم البلدة اللي كان إبراهيم عليه السلام يكون فيها ودعا قومه أو والده بالدعوة الإسلامية وترك عبادة الأصنام، يبقى اسمها فدان. فين؟ في العراق. فدان في العراق. تمام، كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الأصنام. تمام، احنا عارفين إن في عبادات تانية، في ناس تانية برضو بتعبدها بعيدة عن عبادتهم، عن العبادة لله. تمام، فيبقى قوم إبراهيم لما أجيب سؤال مثلا كانوا بيعبدوا إيه؟ الأصنام. الأصنام هي إيه أصلا؟ الأصنام هي عبارة عن التماثيل الممثلة في بحجارة أو خشب. التماثيل بتبقى يا حجارة أو خشب. إيه هي التماثيل؟ تماثيل زي اللي بتيجي مثلا الفراعنة زمان كانوا بيعملوها وما إلى ذلك المشابهة ليها. تمام، يبقى كان قوم إبراهيم عليه السلام بيعبدوا الأصنام، وكان إبراهيم عليه السلام يقيم في قرية في بلد فدان في العراق. تمام، والد إبراهيم عليه السلام كان نجارا، يبقى وظيفة والد إبراهيم كان مزارع أو تاجر أو نجار. نجارا. طيب نجارا كان بيعمل إيه؟ كان بينحت الأصنام، الأصنام اللي كان قوم إبراهيم يقطنوا على عبادتها، كانوا بيعبدوها. يبقى والد إبراهيم عليه السلام كان نجارا، ينحت الأصنام ويبيعها للناس ليعبدوها. تمام، زي ما في الصورة واضح شكل الأصنام. تمام، صورة كرتون تبقى ممثلة بقى شكل إنسان، شكل حيوان، أيا كان الشكل، كان بينحتها وبيصنعها والد إبراهيم عليه السلام ويبيعها للناس إيه؟ ليعبدوها. تمام، النقطة اللي بعدها إن إبراهيم عليه السلام أنار الله قلبه. تمام، منذ صغره كنا بنسمع عن قصة سيدنا إبراهيم إن هو كان بيتأمل الكون وينظر للشمس وينظر للقمر وينظر للسماء عموما ويبحث عن إله. تمام، فكانت هنا بداية الإيمان أو بداية إنارة الله لقلبه، إن هو بدأ يتأمل في الكون وعلى أساسه ألهم أو تأكد إن خالق الكون، يعني وجود الكون لابد له من خالق. تمام، وعلى أساسه الأصنام والحجارة اللي بيعبدها قومه لا يملكون خلق الكون ولا يقدرون على فعل ذلك. تمام، ومن هنا جات له فكرة أو هدي قلبه إلى إن هناك خالق لهذا الكون. تمام، فرزقه الله العقل السليم، فعلم أن هذه الأصنام التي يعبدها الناس لا تسمع ولا تبصر كلامه، إن لابد من خالق الكون وخالق الإنسان يكون قادر أصلا على خلق الكون. تمام، قادر على إنه يرزقك، قادر على إنه يحييك يميتك وما إلى ذلك. تمام، والأصنام لا تضر ولا تنفع، نظرته ليها طبعا، فأبوه هو الذي يصنعها من خشب. تمام، طب هو الإله يعقل إن أنا اللي أصنعه؟ طب هو على أي أساس هو هيرزقني مثلا؟ هو ما عندوش القدرة أصلا، يعني أنا بفأس أو بحجارة ممكن أكسره. تمام، وهذا لا يعقل أن يكون إله. فذهب إبراهيم إلى أبيه بعد ما اهتدى طبعا إن خالق الكون
الله واهتدى لذلك، ذهب إلى أبيه وتحدث معه بأدب. هنا سؤال، كيف تحدث إبراهيم مع أبيه؟ عنفه وقرر إن هو يأمره بعبادة الله وحده وأجبره على ترك عبادة الأصنام، ولا اتكلم معاه بأدب؟ نقطة احترام الكبير في الدرس هتدور حوالين حديث إبراهيم عليه السلام مع أبيه. تمام، النقطة اللي بعدها، حديث إبراهيم كان إزاي مع والده وهو بيأمره بعبادة الله وحده. يا أبتي، لماذا تعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا؟ أنت ليه بتعبد الحاجة اللي مش بتنفعك، مش بتفيدك بحاجة، ومش بتضرك، تمام، ولا يغني عنك شيئا، مش بتفيدك بأي حاجة في حياتك عموما؟ كان رد إبراهيم، والد إبراهيم عليه السلام إيه؟ تمام، قبل دعوة إبراهيم ولا رفض؟ رفض، والد إبراهيم رفض هذه الدعوة. فكان رده على إبراهيم: اسكت يا إبراهيم وإلا غضبت عليك الآلهة. كان في اعتقاده طبعا زي ما احنا عارفين واعتقادهم إن الآلهة دي شيء مقدس عندهم، إن هي بتغضب، تمام، وبتتضايق لما حد بيعنفها أو بيتكلم على إن هي ما بتسمعش أو مش بتنفع وما إلى ذلك، تمام. فكان رد إبراهيم عليه السلام: كيف تغضب وهي لا تسمع ولا تبصر وأنت الذي تصنعها؟ هي إزاي حاجة هتغضب وأنا أصلا اللي بشكلها بإيدي وأنا اللي بصنعها؟ على أي أساس تكون الإله؟ فالأب رده إن رد الأب على إبراهيم عليه السلام: إذا لم تبتعد عن هذا الكلام فأنا الذي سوف أنتقم منك للآلهة. بمعنى أصح، أنا اللي هاخد حق الآلهة دي منك لو ما سكتش على الكلام ده أو تعنيف الآلهة عموما. ولا تنسى أننا وجدنا آباءنا يعبدونها قبلنا. بيأكد والد إبراهيم عليه السلام تمسكه بالعبادة حتى لو هي مش بتسمع أو مش بتبصر، فإحنا وجدنا عليها آباءنا وأجدادنا منذ القدم إن هم بيعبدوا الأصنام والحجارة، فإحنا ما ينفعش نيجي نغير معتقد زي ده، تمام. فكان رد إبراهيم إيه على الطريقة اللي حاول والد إبراهيم يقنعه بيها؟ لقد كان آباؤكم مخطئين. أنتوا آباؤكم كانوا مخطئين وأنتم أيضا مثلهم، فأنتوا مخطئين، هم مخطئين، فاللي هو إحنا أنار الله بصيرتنا، فما فيش داعي يعني إن إحنا نكمل على الخطأ. فكان رد إبراهيم عليه السلام: وإن لم تتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله وحده فسوف يصيبكم عذاب شديد. ده ما كانش تهديد لوالد إبراهيم، ده كان تحذير. كان إبراهيم عليه السلام بيحذر أباه بالعذاب اللي هيصيبه نتيجة تمسكه بعبادة الأصنام، تمام. فبعد الحوار اللي دار مع إبراهيم عليه السلام ووالده، حزن إبراهيم حزنا شديدا لأن والده لم يستمع، بابا ما انتبهش للكلام عموما بتاع إبراهيم إلى نداء الإيمان، لم يستمع إلى نداء الإيمان، وقرر أن يستمر في دعوة أهله وقومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. مين اللي قرر؟ إبراهيم عليه السلام. يبقى النقطة المهمة من الدرس إن إبراهيم عليه السلام لم يتراجع، تمام، وثابر في الدعوة إلى الله، يعني استمر في الدعوة الإسلامية، تمام، وقابل قوم إبراهيم دعوته بالسخرية والاستهزاء. مش والد إبراهيم بس اللي استهزأ بالدعوة، لا، قومه كمان استهزاء وسخرية، اللي هي التريقة بالمعنى الأصح اللي احنا عارفين. وقالوا: ابن صانع الأصنام يأمرنا بأن نترك عبادة الأصنام. اللي هو والدك بيصنع لنا الآلهة، انت جاي تنهانا عن عبادة الآلهة؟ يعني بأي عقل ده ينفع نسمع كلامك؟ وقال بعض الكافرين: اتركوه فسوف تنتقم منه الآلهة. بعض الناس فقدت الأمل في إن إبراهيم يتراجع عن فكره أو يتوقف عن الدعوة إلى الإسلام، فقالوا: اتركوه فسوف تنتقم منه الآلهة. وما هذا إلا هذيان في اعتقادهم. فإحنا كنا قايلين إن سيدنا إبراهيم لم يكف عن الدعوة الإسلامية، ففكر إبراهيم عليه السلام
في عمل يبين للناس حقيقة الأصنام، اللي هو لجأ لحيلة بقى، وأنها لن تؤذيهم إذا تركوا عبادتها. أنا هثبت لهم إن عبادتها تركهم للعبادة مش هتأذيهم، بل هينير الله بصيرتهم، ولن تنفعهم إذا عبدوها. إيه اللي عمله إبراهيم عليه السلام؟ وفي يوم من الأيام، أيام عيد عند الكفار المشركين التي يخرجون فيها ليمرحوا وليلعبوا، فتسلل إبراهيم عليه السلام إلى الأصنام الكبيرة، زي ما احنا شايفين هنا في الصورة، بتبقى في أماكن بتجمع أو بيجمعوا فيها الأصنام، أيا كان مكان بيع للحجارة أو مكان مخصص بيعبدوا فيها. فتسلل إبراهيم للمكان ده، عمل إيه إبراهيم عليه السلام؟ وحطمها جميعا، مسك فأس، حطمها بفأسه، فأس، تمام، وحطم الأصنام جميعا، وترك أكبر الأصنام سليما، ساب واحد اللي سليم ليه أو عشان إيه. ثم وضع الفأس على كتفه، حط الفأس اللي كسر بيه الأصنام على كتف الصنم الكبير، ثم تركها وعاد لبيته. كسر الأصنام كلها اللي في المكان، وحط الفأس على صورة مقربة من موقف إبراهيم عليه السلام في الحدث. فعاد قوم إبراهيم من مرحهم ولعبهم، فوجدوا آلهتهم محطمة جميعا، كلها متكسرة، ولم يبقى إلا الكبير، كبير الآلهة، أكبر واحد في الآلهة هو اللي سليم، وعلى كتفه الفأس، عليه على كتفه الفأس اللي اتكسر بيه. فغضب قوم إبراهيم غضبا شديدا، وقال أحدهم، واحد منهم قال إيه؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، ده شخص ظالم إن هو يتعدى على الآلهة بتاعتنا بالطريقة دي. فرد عليه بعضهم، واحد منهم رد قال لابد أنه إبراهيم، لأنه كان يدعو إلى ترك عبادته، ما فيش غير إبراهيم، لأن هو الوحيد اللي كان بيأمرنا بترك عبادة الله وحده، ترك سوري عبادة الأصنام، ونعود أو نمتثل في عبادة الله وحده، أو الإله اللي هم معتقدين أنه مش موجود، تمام. فصاح الجميع في صوت واحد، أحضروه أحضروه، قرروا يحضروا إبراهيم عليه السلام، وهنعرف أعمله معاه. فأحضر الكفار إبراهيم عليه السلام أمام الأصنام المحطمة، وسألوه، جابوا إبراهيم عليه السلام وحطوه قدام الأصنام، وقرروا يسألوه، هل أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت فعلت ده بالآلهة بتاعتنا؟ فإبراهيم عليه السلام رده كان فيه استهزاء بتفكيرهم شوية، بل فعله كبيرهم. هنا تسألوني مثلا، هو كده يعتبر سيدنا إبراهيم موقفه اندرج تحت الكذب مثلا؟ لا، هو كان سيدنا إبراهيم هدفه من إنكاره إن هو يستهزئ بعقولهم، وهيخليهم هم بطريقتهم ينطقوا كلمة إن هم لا ينطقوا أو لا يسمعوا، وهيدللوا على يدلل هو سيدنا إبراهيم بفعله ده على تفكيرهم، تمام؟ قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم، اسألوهم آلهتكم، اسألوهم، تمام. يبقى فهمنا موقف إبراهيم عليه السلام من قوله بل فعله كبيرهم لا يندرج تحت مسمى الكذب، بل الاستهزاء بعقول المشركين. فقالوا أنت تعلم أنهم لا ينطقون ولا يسمعون. أهي هي دي الجملة اللي إبراهيم عليه السلام كان مستني يقولوها، بمعنى أصح، فهل تستهزئ بنا؟ أنت تعرف إن الحجارة مش بتسمع أو بتبصر أو بتنطق، أنت بتستهزئ بينا أو بسؤالك ده أنت كده بتستهزئ بينا. فإبراهيم عليه السلام رد بقى الرد الواقعي أو المفروض مقنع، تمام، إذا كانوا لا ينطقون ولا يستطيعون أن يحموا أنفسهم، فكيف تعبدونهم وتطلبون منهم حمايتكم؟ فهم فهم قوم إبراهيم عليه السلام أنه فعل، رد إبراهيم عليه السلام أكد لهم إن هو اللي عمل كده، قولوا بأن هم مش بينطقوا أو بيسمعوا، إزاي هيحموا نفسهم؟ إزاي بقى أنتوا بتعبدوهم بناء على إن أنا يعني أنا
هجمت على الحجارة وكسرتها، معرفوش يحموا أنفسهم حتى. إزاي تتخذوا شخص، تتخذوا آلة أو حجارة أو خشب أيا كان المعدن الحاجة آلهة، وتفكروا إن هي هتحميكم أو هترزقكم. فهم قوم إبراهيم إنه فعل ذلك ليسخر منهم ومن آلهتهم، فقرروا إحراقه بالنار جزاء بما فعل بآلهتهم. ده جزاء إبراهيم عليه السلام، إن إحنا هنحرقه بالنار نتيجة اللي عمله في آلهتنا، تفكير المشركين. فأشعل الكفار نارا شديدا ووضعوا فيها إبراهيم عليه السلام، ووقفوا يشاهدون النار. أشعلوا النار وقرروا يحرقوا إبراهيم. صورة بتوضح الموقف. فوقفوا يشاهدون النار وهي تزداد وترتفع، وهم يهللون فرحين ومسرورين في اعتقادهم طبعا ان هم قضوا كده على ابراهيم وما يدعو، تمام. والدين الاسلامي اللي جاي بيه ده هينتهي بانتهاء ابراهيم، وانتظروا حتى تنتهي النار واللي يروا ابراهيم عليه السلام قد احترق وتفحم. ولكن المفاجأة التي كانت تنتظرهم لم تكن متوقعة، حصل حاجة ما كانوش متوقعينها، وهي خروج إبراهيم أمامهم سليما، ولم يصب بأي سوء، ما حصلوش أي حاجة. معجزة عظيمة ليست باجتهاد إبراهيم عليه السلام، وهي معجزة من عند الله. لقد أمر الله سبحانه وتعالى النار بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، ورجع الكفار خائبين خاسرين. وهنا نزل قول الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أمر من ربنا سبحانه وتعالى بأن النار تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يصب بأي سوء.